النوفلي ينقل هذه الرواية، يقول: المأمون جمع علماء المذاهب كلهم، كبير علماء المسيحيين، كبير علماء اليهود، كبير علماء الصابئة. المأمون قال لهم: ابن عمي يعني الإمام الرضا صلوات الله عليه جاي، وأنا أريد أن تجتمعوا به وتحتجوا عليه ولا يتخلف منكم أحد. جاء رسول المأمون إلى الإمام الرضا يقول: إن المأمون يدعوك غدا، علماء المذاهب يريدون أن يتباحثوا معك. الإمام قال: ما يخالف. فلما ذهب قال الإمام الرضا للنوفلي: أو تعلم لماذا جمع المأمون هؤلاء؟ قال النوفلي للإمام: سيدي، إنه يريد أن يختبرك، ولكن سيدي هؤلاء المتكلمون لا يقوم لهم أحد، يراوغون. فتبسم الإمام صلوات الله عليه وقال له: أتخاف أن يقطعوا علي حجتي يا نوفلي؟ أنت ما عارف إمامك؟ تخاف أنه هؤلاء يغلبوني في الحوار؟ ثم قال له: أو تعلم متى يندم المأمون؟ إذا احتججت على أهل الإنجيل بإنجيله، وعلى أهل الزبور بزبوره، وعلى أهل التوراة بتوراته، وعلى الزرادشتيين بفارسيتهم، وعلى الصابئة بعبرانيتهم، وعلى أهل المقالات بمقالاتهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بكرة جاء الإمام قال له الجاثليق: إحنا من تمكن نحتج معك؟ أنت تأتي بأدلة لا نقبلها، القرآن لا نقبله، النبي لا نقبله. قال له الإمام: فإن احتججت عليك بإنجيلك أتقبل؟ قال: وكيف لا أقبل؟ فأخذ الإمام يتلو عليه آيات من الإنجيل حتى وصل إلى آية من الإنجيل فيها ذكر خاتم الأنبياء محمد، وفيها ذكر علي أمير المؤمنين، وفيها ذكر فاطمة، وفيها ذكر الحسن والحسين. فقال الجاثليق: ما ظننت أن في علماء المسلمين مثلك يحتج علينا بإنجيلنا. ثم احتج على أهل التوراة بتوراته، وعلى أهل الزبور بزبوره، حتى حان وقت أذان الظهر. فقال الإمام: الآن وقت الأذان، يجب أن نقوم إلى الصلاة. فقال عمران: أمهلني يا مولاي فقد رق قلبي. قال له: أول نصلي ثم نواصل الحوار. ذهب الإمام وصلى، ثم عاد وحاور عمران الصابي حتى بان له الحق، فسقط عمران ساجدا على جبهته وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.